الاصداء كانت جميله جدا، كيقولوا راه واحد التعبئه كبيره جدا. داكشي علاش كنمشي نشوف، والحمد لله داكشي اللي كنلقى في الغالب الاحيان كيشرف. اذا كاين انخراط كبير جدا، ما يمكنش اي شخص ولا اي مجموعه الاشخاص ولا هذا ينجحوه الا ما كانش تعبئه شامله. وانا الحمد لله النجاح ديالنا هو ملي يكون كلشي منخرط في واحد العمليه، هادشي اللي كنسعوا ليه. كما كتشوفوا التلامذ ملي غادي يوصلوا ان شاء الله لهذه المؤسسه في الدخول المدرسي، على حسب اللي شفت من الصور كيف كاش كانت هذه المؤسسه، غادي يكون عندهم واحد تفاجؤ كبير جدا على التغيير اللي حصل في هذه المؤسسه. ولا من ناحيه يعني لي زيسباس اكستيريور ديال المدرسه، ولا داخل الحجرات، ولا الطاولات، ولا كل شيء. يعني الظروف مواتيه الان باش ان شاء الله التلاميذ يشتغلوا في ظروف جيده جدا. واللي بغيت نشير ليه في هذه المؤسسه هذه، هو انا ملي طلبت المدير التكلفه ديال هذا الشيء كله ما كتعداش 180,000 درهم. معناها ان بالعزيمه وبالاشتغال وبت يعني لا موبيليزاسيون، يعني كنوصلوا لنتائج ساره جدا. كما قلت في زياره سابقه لبعض الاقاليم، كاين مع كامل الاسف بعض قليلين جدا اللي ما بدلوش هذا المجهود هذا. فطبيعة الحال ما غنبقاوش نضيعوا الوقت، اقولها بكل صراحه وبكل سميتو، حنا ما يمكنليش نعول على شي واحد اللي كنطلب منه مسائل اللي سهله واللي كلشي دارها وهو ما قدرش يديرها، معناها ان ما مستعدش.